في مدينة القامشلي نصيبين الجديدة فابرت على حضور الصلوات في كنيسة مارفرام، واجتهدت في تعلم اللغة السريانية المقدسة على يد عدد من الكاهنة الأفاضل والمعلمين الأكفاء. وبعد انتهاء المرحلة الابتدائية ولما سنحت الفرصة أن ألتحق بإكليريكية مارفرام، حينئذ لم أستشر أحدا ولم أتردد أبدا رغم اعتراض الأسرة. وهناك في جبل لبنان الأشم وفي إكليريكية مارفرام السرياني كانت بدايات حياتي الإكليريكية، وأنا لم أتجاوز 12 من عمري. فأحسست بقوة عجيبة تربطني بالرب وتدفعني إلى الأمام في طريق تكريس الذات والتعمق بمحبة الكنيسة المقدسة، وذلك بإرشاد وعناية وتوجيه مرشدي ومعلمي الأب الرباني يوحنا إبراهيم الذي أصبح مطران حلب. وبعد انتهاء دراستي الإكليريكية انتقلت إلى مطرانية حلب، حيث خدمت لمدة 3 سنين كشماس خاص لنيافة مار غريغوريوس يوحنا إبراهيم، ومنه تعلمت الكثير، إن على صعيد محبة الكنيسة أو التفاني في خدمة الناس أو إدارة شؤون الأبرشية. ونيافته هو من هيأ لي الفرصة للالتحاق بكلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية في القاهرة، وثم كلية القديس باتريك الحبرية في إيرلندا لإتمام دراساتي في اللاهوت والعلوم الكنسية. إنني أستفقده كثيرا في هذه الأيام، ونوعد نفسي لهذه الخدمة الجليلة والمسؤولية الكبيرة، رغم شعوري بوجوده معي بالروح يصلي لي ويشجعني، وكأني أسمع ما قاله لي في آخر لقاء لي معه في عام 2012 في فلوريدا، حينئذ قال وهو يضمني: أنا معك وبجانبك مهما حصل. ومنذ اليوم الأول لاختطاف نيافته مع أخيه سيادة المطران بولس اليازجي، لم يهدأ لي بال، فقمت بكل ما استطعت للعمل على إطلاق سراحهما مع باقي المخطوفين. واليوم أيضا أجدد عهدي بأن أعمل كل ما يمكن عمله مع أخي صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر من أجل عودتهما، وأنا أمل كل أمل بأنهما سيعودان إلينا وإلى أبرشيتهما وذويهما. ومن هذا المكان المقدس أيها الإخوة والأبناء، أناشد كل من يستطيع تقديم العون في هذا المجال من دول وأفراد ألا يوفر أي جهد في سبيل فك أسرهما وإعادتهما إلينا، ومذكرا الجميع بأن إبقاءهما مبعدين لا يخدم مصلحة أحد، لا بل يعطي صورة سيئة عن الجهة التي تقف وراء هذا العمل غير الإنساني وغير الأخلاقي، ويحرم البلد والوطن من عطاء ومحبة هذين الحبرين النبيلين. وكل من يستطيع تقديم العون ولا يقدمه إنما هو شريك بهذه الجريمة النكراء. أبنائي السريان في كل مكان، هذه كنيستكم تناشدكم، وهذا أبوكم الروحي الذي رضيتم به أبا عاما ورئيسا روحيا لكم، يمد لجميعكم اليد داعيا إياكم أن تكونوا شركاء حقيقيين في عمل هذه الكنيسة الرسولي الذي يهدف إلى مرضات الله وخدمة أبناء الله بما يؤول إلى خلاص النفوس ونوال الحياة الفضلى.
هذه هي فرصتكم لإحداث تطوير حقيقي يلائم العصر الذي نعيش فيه. فعمل الكنيسة التي هي جماعة المؤمنين بالرب يسوع لا يمكن أن يكمل إلا بجهود أبنائها الكليروس والعلمانيين الذين يدركون أهمية الكنيسة في حياتهم، وخاصة ما ينفع الأجيال المقبلة، أجيال الطفولة والشباب. إننا نأمل أن يصبح أبناء الكنيسة من العلمانيين مشاركين حقيقيين في خدمة الكنيسة للعالم. وهكذا نستطيع تحسين أداءنا عندما نعمل معا بيد واحدة. إننا ندرك حاجتنا الماسة إلى اتباع أساليب جديدة في عملنا الرعوي لكي تكون خدمتنا نافعة ومحققة للأهداف المرجوة، إذ علينا اتباع طرق جديدة تأخذ بعين الاعتبار آخر ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا. وفيما نؤكد على الحاجة إلى التحديث، نعي تماما أن الطريق إلى التجديد هو بالعودة إلى جذور الإيمان وبساطة الإنجيل. فالعمل من أجل المستقبل لا بد أن يستهدي بأنوار الماضي وإنجازات الآباء. ومن هنا نرى حتمية الارتقاء بالخدمات التي تقدمها البطريركية من خلال اتباع منهجية جديدة تقوم على المؤسساتية وخلق الدوائر المتخصصة والاستفادة من ذوي الاختصاص من أبناء الكنيسة في الشرق وبلاد الانتشار. To my dear brother in Christ, the Catholicos of India, His Beatitude, Mor Basilius Thomas I, the Metropolitan's clergy, and my dear spiritual children of our Holy Church in Malankara, I say. Namude Almia, Sahodaran, India Yeles Restama Friono, Mor Basilius, Thomas Onamen. Tirumeni Mare, Achen Mare, Malankara Yelena Mude, Priyapita, Almia Makale. Namude. Manasil Ningalku Valare Priyapita Stanam Anulatu Shimael Ninam Wanapita Kana Marude Missionary Susrusa Yelude Labhicha Apostolica Viswasam Samrakshiku Kua Ningal Sahikuna Fiyaga Tilnam Ningale Lumodikunu. يتوجه هنا صاحب القداسة إلى أبناء الكنيسة السريانية بالهند بلغتهم الوطنية، لغة المليالم. يجيبون أنداكوان إلا باريس رمابون تشيونا تدفون نامودي سنيهاوم بتروكا مايا كاروثالوم Ningalku Vagduanum Cheyunu. No good. People of our church throughout the world, I say, you have a friend at the Patriarchy who is willing to walk with you in your journey of faith.
أن يمشي معكم في سفر هذا الإيمان، في رحلة الإيمان. هذه كنيستكم وليست فقط كنيسة آبائكم وأجدادكم، لديكم دور كبير لتلعبوه في حياة الكنيسة والشهادة لها. الذين يعيشون منكم في الغرب يعرف ما هي تحديات إيماننا. ثقتكم بالرب والتزامكم في الكنيسة وبشماعتكم وبرعاياكم ستؤهلكم لمواجهة هذه التحديات وتساعدكم في شق طريقكم في هذا العالم. أريد أن أؤكد لكم أن مشاركتكم في حياة الكنيسة والشهادة لها هي أمر ضروري ومقدر جدا. أنتم تنتمون إلى كنيسة عريقة في المجد والسؤدد نشرت بشارة المسيح في أقطار المسكونة الأربع وساهمت في تقدم الثقافات البشرية والحضارات. لديكم كل الأسباب لتكونوا فخورين بمن أنتم، ولكن ذلك يلقي على عاتقكم مسؤولية كبيرة. أدعوكم إلى أن تحلموا أحلاما كبيرة وتكون لكم رؤى كبيرة. إلى إكلوريسنا وشعبنا في الولايات الشرقية المتحدة الأمريكية أقول أنا ممتن لكم من أجل محبتكم ودعمكم في هذه السنين 18 التي قضيتها معكم حيث قبلتموني كراعي لكم وكأب روحي. أحببت خدمتكم وأنا اليوم أيضا أعتز بذكرياتي معكم. كنتم عائلة لي ولا أستطيع أن أشكركم كفاية، ولكن أؤكد لكم على محبتي. وأنا سوف أحرص على أن تتمتعوا بكل المعونات الروحية والعناية الروحية اللازمة من دمشق عاصمة سوريا. أرسل لكم البركة الرسولية، أرسل هذه البركة إلى جميع أبنائنا الروحيين أعضاء الكنيسة السوريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع. الإخوة الأعزاء، رؤساء وممثلي الكنائس الشقيقة، إن وحدة الكنيسة هي غاية رسالتنا ومقصد خدمتنا، لا بل هي تحقيق لصلاة الرب الأخيرة أن يكون الجميع واحداً. لذا أعلن من هذا المكان المقدس استعدادي التام للعمل مع جميعكم ومع بقية الكنائس الشرقية والغربية وكذلك مجالس الكنائس الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو خدمة الإنسان من خلال تقديم شهادة مسيحية صادقة تعكس محبة الله للإنسان وتعمل من أجل ضمان كرامة الإنسان. وبذلك أكون قد سرت على نهج أسلاف الأتقياء الذين فعلوا في الكنيسة روح المسكونية والعمل المشترك، وذلك منذ أواسط القرن الماضي. كما يطيب لي هنا أن أؤكد استعدادي التام للعمل بجد ونشاط مع إخوتي رؤساء الكنيسة، رؤساء الكنائس التي تنتمي إلى التراث السرياني الواحد بمختلف انتماءاتنا العقائدية. أن نعمل معا من أجل تقوية أواصر المحبة وبعث التراث السرياني المشترك النابع من تمسكنا بلغتنا السريانية المقدسة التي تشرفت بلسان فادينا المسيح ومن البنبت الرسولي الواحد لهذه الكنائس العريقة. أيها الأحباء، إنني أسجد أمام النعمة الإلهية التي فاضت علي اليوم فانتدبتني لهذه الدرجة، وأسكب نفسي أمام مذبح الرب الإله الذي اصطفاني وهو يعلم ضعفاتي الكثيرة لكي يظهر مجده فيا وتنجلي قوته في ضعفي.
متعهدا أمامه تعالى أن أكون أمينا في خدمتي لما فيه مجد اسم الله القدوس وخير كنيسته. أتقدم بشكري لأصحاب نياف المطارين الأجلاء أعضاء المجمع الأنطاكي المقدس وعلى رأسهم غبطة المنفريان مارباسيليوس توماس الأول الذين منحوني ثقتهم الغالية فاختاروني أنا الضعيف لكي أكون خادما لأبناء الكنيسة المقدسة وأبا روحيا للسريان في كل مكان، مؤكدا لهم كامل استعدادي للعمل معهم بروح الأخوة لما فيه خير الكنيسة وخاصة في مجال التربية الكنسية والتثقيف اللاهوتي من خلال كلية مار أفرام الإكليريكية وغيرها من المعاهد اللاهوتية التي منها ننتظر نشأة كهنة ورهبان وخدام مؤمنين ومدركين لرسالتهم السامية. ومعا نعمل من أجل تقوية الحياة الروحية للإكليروس والمؤمنين، وذلك بالعودة إلى كلمة الحياة الكتاب المقدس قراءة ودرسا والاستهداء بالتقليد الرسولي المقدس وتعاليم آباء الكنيسة المرشدين من الروح القدس. كما أشكر أصحاب الغبطة والنيافة والسيادة رؤساء وممثلي الطوائف الشقيقة الحاضرين معنا آملا أن ينقلوا محبتي وامتناني لمؤمنيهم وراجيا منهم الصلاة من أجلي. وأرفع آيات الشكران إلى أصحاب المعالي الوزراء الأجلاء ممثلي السيد رئيس الجمهورية الأكرم الدكتور بشار الأسد